مركز جنين الأستاذ دكتور إسلام السيد سلطان، مدرس أمراض النساء والتوليد، كلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه أمراض النساء والتوليد والمناظير الجراحية وعلاج العقم وتأخر الإنجاب، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد إنجلترا، زميل الجمعية الأوروبية لأمراض النساء والتوليد، استشاري التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والحقن المجهري بالمركز المصري لأطفال الأنابيب والحقن المجهري، مركز دكتور أبو الغار حدائق المعادي، ومركز إخصاب الحقن المجهري سموحة الإسكندرية. العنوان: البحيرة، دمنهور، أعلى معمل البرج أمام عمر أفندي الدور الثامن، المحمودية أمام كوبري العطف، كفر الشيخ، متوبس أمام موقف كفر الشيخ، أعلى صيدلية دكتور جمال بدوي. طبعا احنا النهاردة بنقول أهلا بيكم في برنامجنا حوار مع طبيب. لا، النهاردة مختلفين شوية، هنقول برنامجنا اسمه أو حلقتنا بمعنى أوضح اسمها حلقة اطمئني. ليه بنقول حلقة اطمئني؟ النهاردة مع دكتور إسلام سلطان هنطمن كل سيدة لم يحدث لها حمل، عملت حاجات كتير. طبعا نفسك تكوني أم، أكيد عملتي حاجات كتير منها، حتى يعني في الآخر عملتي حقن مجهري، لكن ما عملتيش المهم، ما زرتيش دكتور إسلام سلطان. فإحنا النهاردة بنطمنك وبنقولك بزيارة واحدة بس لدكتور إسلام سلطان هتطمني وهتكوني أم، هتكوني أم. ابقوا معنا. بسيطة، لازم تختاري دكتور كويس قبل إجراء عملية الحقن المجهري عشان تزيد النسبة وتبقى كويسة، وربنا يكرمك إن شاء الله. برحب بحضرتك الأول معنا دكتور إسلام. أهلا وسهلا. طبعا زي ما قلنا النهاردة حلقتنا اسمها حلقة اطمئني، ديت يعني بنطمن فعلا كل أم أو بنطمن كل سيدة على موضوع الحمل اللي هي فعلا لحد ما وصلت لعملية حقن مجهري وبرضه ما حصلهاش حمل. فقبل ما اتكلم عن الحقن المجهري بسأل حضرتك سؤالي الأول والمهم قوي، عايزين نقول رأي الدين الأول في عملية الحقن المجهري. سؤال مهم جدا، معظم الناس بتسأل ايه رأي الشرع أو الدين في الحقن المجهري، وغالبيته متخوفين من حدوث الحقن المجهري. دي بتسمع من فلانة أو جارتها أو قريبتها بتقول لها الحقن المجهري ده حاجة حرام، حاجة من أنواع التحايل العلم على إرادة ربنا سبحانه وتعالى. فبنحب نطمنهم كلهم ان الحقن المجهري دي وسيله من وسائل العلم الحديث اللي ربنا مكننا منها. وطالما ان الحقن المجهري حادث، احنا خدنا البويضات من الزوجه والحيوان المنوي من الزوج، والجنين هو الجنين بتاعهم، واخد بال حضرتك؟ احنا بس ما بنعملش الا ان احنا نجيب البويضه منها والحيوان المنوي منها ونكون الجنين، وبالتالي هو الجنين بتاع الزوج والزوجه، يعني مش بتاع حد تاني، واخد بال حضرتك؟ بس يعني فدي حلال طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان يعني من اكبر مراكز الاخصاب المساعد في الشرق الاوسط كلها المركز الاسلامي لاطفال الانابيب والحقن المجهري اللي هو في القاهره، وده يخضع مباشره تحت شيخ الازهر، يعني اللي يرقصه شيخ الازهر شيخ حمد الطيب، هو اللي يرقص. اكبر مركز من مراكز الاخصاب المساعد في مصر كلها يعني اللي هو المركز الاسلامي اللي في منطقه الحسين. دكتور اسلام، ده بيشجعني بقى بعد ما اطمئننا كده وقلنا ان طبعا ده حاجه حلال مش حرام، وطمنا كل الناس دلوقتي، بيشجعني ان انا عايزه اعرف من حضرتك كده الاول خالص ايه الفرق بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي. اختلاف كل وجزء بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي ما هو الا وسيله من ان احنا بناخد السائل منه ومن الزوج وبنتم تلقيحه في الرحم بتاع السيده بطريقه معينه بانبوبه معينه في ايام التبويض بتاعها. انما الحقن المجهري لا، ده عمليه معقده جدا وعمليه كبيره جدا. السيده بتبدا تاخد منشطات في ايام معينه بكميات كبيره، وبنبدا بعد كده لما يوصل التبويض بتاعها بمرحله معينه من النضج بندخلها غرفه العمليات، وتحت تاثير البنج الكلي بيتم سحب البويضات، وبناخد الحيوانات المنويه من الزوج وبيتم تخصيب البويضات بالحيوان المنوي بتاع الزوج تحت الميكروسكوب المكبر، وبالتالي بينتج عنه اجنه في الحضانات، وبعد كده بتم ارجاعها للسيده. ده الفرق. ده الفرق، فرق شاسع جدا بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي. طب لو اتكلمنا عن البروتوكولات المستخدمه
في عمليه الحقن المكاري، حضرتك هتقول لنا ايه؟ الحقن المجهري له بروتوكولات كتيره جدا في العلاج، والبروتوكول بيختلف من طبيب لطبيب وبيختلف من حاله لحاله، يعني بالمعنى الاصح مدارس كتيره جدا في الحقن المجهري. في اما البروتوكولات كلها بتعتمد على منشط بكميات كبيره ونحفز المبيض بطريقه معينه بحيث ان هو يطلع بويضات كتيره، ولما البويضات ديت بيتم نضجها بحجم معين بيتم سحبها عن طريق البنج الكلي. في بروتوكول بيبدا اللي هو طويل المدى بيبدا من الشهر السابق لعمليه السحب، وفي بروتوكول بيبدا اللي هو قصير المدى بيبدا من اول الشهر اللي بتنزل فيه الضوء على السيده. يعني في بروتوكول ممكن ياخد مثلا من 20 ل 25 يوم، في بروتوكول ممكن ياخد من 10 ل 15 يوم. كلها البروتوكولات كلها كويسه، كلها مدارس ناجحه، بس كل سيده لها بروتوكول معين على حسب التبويض بتاعها وعلى حسب حاله السيده وسنها وكفاءه المبيض ايه. البروتوكولات بتختلف من سيده لاخرى في عمليه الحقن المكاري. طيب يبقى كده بنقول بقى من هي السيده التي يتم لها حقن مكاري؟ السيده اللي يتوجب عليها ان تعمل حقن مكاري، اولا هي سيده لم تنجب، يعني لم تنجب، تاخرت في حدوث الحمل، عندها مشكله في 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 التبويض، عندها مشكله في 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 الرحم، عندها مشكله في الانابيب، سقط في الانابيب او انسداد في الانابيب، عندها مشكله في الزوج الحيوي المنوي عنده ضعيفه، او انعدام الحركه، او قله في العدد، او لزوجه عاليه في السائل المنوي، او سيده عندها تكيسات جامده جدا على المبايض، او عندها التهابات جامده جدا في الحوض، او تم اجراء لها عمليه في البطن او الحوض قبل كده وسببت لها حدوث التصاقات في الانابيب، وبالتالي حدوث الحمل صعب بالنسبه لها. ديت من ضمن العوامل اللي السيده ممكن بسببها تلجا ان هي تعمل حقن مكاري. طيب دكتور اسلام، هناك خطوات طبعا احنا عارفين كويس قوي قبل عمليه الحقن المكاري بتسبق عمليه حقن المكاري، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الخطوات اللي بتسبق عمليه الحقن المكاري؟ اولا الزوج والزوجه اللي هم بيدوروا على الخلفه وعايزين يعملوا عمليه حقن مكاري، اولا لازم استشاره الطبيب، اولا بتيجي مثلا العياده بنعمل لها سونار مهبلي، بنطمن على الرحم، بنطمن على المبايض، بنطمن على جوده التبويض عندها، بنعمل سائل منوي للزوج، ممكن نعمل لها اشعه بالصبغه الاول، ممكن احنا بقى منظار بطني او منظار رحم قبل اجراء عمليه الحقن المجهري، بنعمل لها تحليل هرمونات في ايام في اليوم الثاني او الثالث من الدواء عشان نطمن على الهرمونات التبويض بتاعتها عامله ايه، ممكن نعمل لها تحليل مخزون المبيض عشان نشوف كفاءه المبيض وقدرته على اعطاء المبيضات بعد كده، وبنعمل تحليل سائل منوي للزوج عشان نطمن على عدد الحيوات المنويه والحركه والزوجه، وهل في صديد فيه ولا لا، وهل في تشوهات ولا لا، كل دي خطوات لازم تسبق عمليه اجراء الحقن المجهري، ويتعين على الزوج والزوجه ان هم يعملوهم، ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتحدد منها ان هي هتعمل الحقن المجهري امتى ونسبه النجاح قد ايه والبروتوكول نوعه ايه، كل ده بيتحدد بالزياره الاولى دي، الزياره دي مهمه جدا عشان نكمل بعدها الخطوات اللي هتتعمل عليها الست الحقن المجهري. حضرتك ذكرت وقلت طبعا الحقن المجهري في طقوسات معينة بتحصل للزوج والزوجة، وده حاجة مهمة جدا. مع الأسف الشديد دكتور إسلام في أطباء كتير بتتناسى الزوج، بتتناسى كل قصتها مع الزوجة. طبعا دي حاجة يعني مش هنقول هي دلوقتي، هنسبق سؤالي ونقول من أسباب فشل حقن المكاري. تمام؟ النهاردة أنا عايزة رأي حضرتك الشخصي في تناسي الزوج في عملية الحقن المكاري. لا، الزوج ده يعني ده هو تلت المشكلة كلها، يعني كان التلت عند الزوجة، ففي تلت عند الزوج، وفي غالبا ما في تلت غير معلوم السبب، فالزوج لوحده بيحتل تلت المشكلة. ده هو عشان يحصل الحمل او يحصل حقن مجهري ويكون العملية الحقن المجهري تم للاخر، لازم السائل المنوي بتاع الزوج طبعا. لازم نعمل تحليل سائل منوي للزوج في معمل كويس بحيث نطمن على عدد الحيوات المنويه والحركه بتاعتها ونسبه اللزوجه والتشوهات، ده مهم جدا، ده بدونه احنا ما عملناش حاجه. يعني لو افترضنا ان التحليل السائل المنوي ما فيهوش حيوات منويه، يبقى هيتعمل ازاي الحقن المجهري؟ الا بقى لو لقينا ان احنا نسحب عينه من الخصيه ونشوف اذا كان فيها حيوات منويه ولا لا، ده مهم جدا السائل المنوي، يعني زي ما بنعمل للزوجه لازم الزوج. يعني وان كانت الزوجه لها خطوات كتيره جدا في البحث والتنقيب عن الحدوث عن وجود البويضات، هو الزوج بيختصر القصه كلها في تحليل سائل المنوي عشان تشوف حاجه واحده.
تمام. طب دكتور اسلام، ده بقى بيشجعني ان انا اعرف من حضرتك حاجه مهمه جدا. نسبه نجاح عمليه الحقن المجهري النهارده بتعتبر قد ايه؟ نسبه نجاح الحقن المجهري زمان اول ما طلع الحقن المجهري في التمرينات كانت النسبه ضعيفه جدا. دلوقتي مع التقنيات الحديثه والمختبرات الكويسه جدا والدكاتره بقينا يعني بسم الله ما شاء الله دلوقتي يعني كويسين جدا في الحقن المجهري، وصلت النسبه ل 60% من نسب نجاح في الحقن المجهري، ودي نسبه كبيره جدا يعني، دي يعني في جميع دول العالم 60%. بس عشان توصل 60% دي لازم يكون لها شروط معينه، يعني مش اي حد توصل معاه نسبه نجاح الحقن المجهري 60%. لازم اولا يكون الطبيب كفء يعني وعلى درايه كافيه بالحقن المجهري ودرايه كافيه بالتنشيط والسحب والارجاع والاجنه وكلام من ده، ولازم تكون الزوج والزوجه على علم وعلى قدر من التعلم بنسبه حدوث الحقن المجهري، ولازم تكون العمليه في مختبر كويس جدا، معمل الاجنه لازم يكون كويس جدا يعني عشان نوصل في الاخر ل 60% نسبه نجاح الحقن المجهري. انما الكلام اللي هو 80% و90% لا، ما فيش الكلام ده خالص يعني، ان هي توصل الكلام ده الماكسيمم 60% يعني. مش عايز اقول ان هي ممكن تنزل ل 50 و40% لو في مشاكل كبيره عند الزوجه او الزوج يعني، توصل اقل من كده كمان يعني. بس دي برضه نسبه كويسه جدا يعني 60% حاجه كويسه وحاجه جامده يعني. طب دكتور اسلام، عندي سؤال يكاد يكون مهم نوعا ما في رايي انا. سيده عملت حقن مجهري تمام، وكان سنها 35 سنه ونجحت العمليه وجابت بيبي وربنا اكرمها. البيبي النهارده عنده 5 سنين 7 سنين، هي تعدت ال 40 سنه بسنه او سنتين، عملت عمليه حقن مجهري للمره الثانيه، وطبعا كانت مطمنه جدا جدا، انا عملت حقن مجهري وجبت بيبي وخلاص الحمد لله، هعملها تاني بقى بعد فتره هي طويله هي، وان شاء الله ربنا هيكرمني وهنجيب بيبي تاني، بس للاسف ما حصلش حمل. راي حضرتك ايه؟ اولا السن من ضمن العوامل المهمه عندنا جدا في حدوث الحقن المجهري، يعني احنا فتره الاخصاب عند السيده يعني ما بين ال 20 لل 35 سنه، إذا كانت أقل من كده ففي خطورة أو في مشكلة على السيدة وعلى الجنين، وإذا كانت أزيد من كده فيبقى في مشكلة برضه على السيدة وعلى الجنين. وغالباً إحنا يعني بعد ال 40 سنة ما بنفضلش إن إحنا نعمل الحقن المجهري، وإن كان في ناس برضه ممكن تعمل الحقن المجهري بعد سن ال 40 سنة ويحصل حمل، يعني مش شرط إن عملية الحقن المجهري تفشل، بس إحنا برضه يعني السن من ضمن المفضل طبعاً إن إحنا نكون أقل من ال 40 سنة. ليه يفضل ان احنا نكون اقل من 40 سنه؟ لان سبحان الله كل ما زاد سن السيده كل ما قلت كفاءه التبويض عندها، ما هو المبيض ده عضو مهم جدا في عمليه الحقن المجهري، فكل ما زاد سن السيده كل ما قلت جوده البويضات وقل المبيض وقلت كفاءه التبويض عندها. لذلك احنا السيده لما بيزيد عمرها عن 35 سنه بنعمل لها حاجه اسمها مخزون المبيض. مخزون المبيض يعني ايه؟ يعني نشوف كفاءه المبيض قد ايه، وطبيعي في نسبه وتناسب ما بين عمر السيده وما بين كفاءه المبيض زيهم زي اي عضو في الجسم. فيفضل ان احنا بعد ال 40 سنه ما نعملهاش الا لو الست يعني محتاجه انها تعمل حقن المجهري وتاخد التجربه بتاعتها او الفرصه بتاعتها، بس لازم تكون عارفه برضه ان نسبه نجاح الحقن المجهري في السن اكثر من 40 سنه بتقل عن ما هي مثلا عملتها المره اللي فاتت وهي عندها 35 سنه. في حاجه كده مقلقه سيدات كتير قوي، تقول لك موضوع الحقن المجهري ده عمليه صعبه قوي، وجارتي بنت عمي بنت خالي عملتها وقعدت في اوضه العمليات مش عارفه كام ساعه والكلام الكتير ده، انا عايزه اعملها بس خايفه. فطبعا انا في بدايه حلقتي قلت اطمني، حلقه اطمئنان يعني، لازم اطمن كل سيده بتسمعنا دلوقتي لازم. دكتور اسلام رايه ايه؟ وفعلا عمليه الحقن المجهري دي مؤلمه ولا عمليه سهله وبسيطه؟ بقول لحضرتك لا تطمن، عمليه الحقن المجهري النهارده مع التطورات الكبيره في الحقن المجهري وفي عمليات الحقن المجهري لا، الموضوع بقى سهل وبسيط جدا، ما بقاش زي الاول. السيده بتاخد شويه منشطات في الاول وبعد كده بتخش العمليات تحت تاثير بنج كلي، يعني ما بتبقاش حاسه او شايفه او اي حاجه، تحت تاثير البنج الكلي. بنخش بابره رفيعه طويله بنسحب بيها البويضات، وبعد كده الست بتقوم تروح بعدها بساعه بكتير او نص ساعه وبتمارس حياتها الطبيعي عادي خالص في البيت بعد عمليه السحب. وبعد كده لما ربنا يكرم بالاجنه بتعمل عمليه الارجاع، وبتبقى برضه حاجه سهله بسيطه يعني، حتى ما بنعملهاش تحت تاثير مخدر ولا حاجه، ونص ساعه بتروح. انا الموضوع بقى سهل جدا وبسيط، ما فيهوش مش مشاكل زي الاول ولا كلام من ده خالص. دكتور اسلام، انا عايزه بقى من حضرتك دلوقتي عشان نكون فعلا كلنا، حتى انا شخصيا لكل سيده دلوقتي، فيديو معين لعملية حقن مجهري وشرح تفصيلي من حضرتك لهذه العملية. زي ما انت حضرتك شايف على الفيديو قدامنا، ان اول حاجة احنا بنعملها
تحفيز الببيضين، ان احنا بندي المش بطريقه معينه عشان نحفز الببيضين لانتاج بويضات كتير. تاني حاجه لما البويضات بيحصل لها نضوج وتوصل لحجم معين وهو 18 ل 20 ملي، بنبدا السيده تدخل تتحضر للعمليات، وهي عمليه سحب البويضات. بتخش تحت تغسيل البنج الكلي بابره معينه رفيعه، بندخل من تحت ونسحب البويضات. وبعد سحب البويضات بيتم تخصيب البويضات بالسائل المنوي بتاع الزوج بالحيوانات المنويه، كل بويضه تخصب بحيوان منوي واحد. وبعد كده نحطهم في الحضانه في معمل الاجنه. بعد يومين ثلاثه بنفتح المعمل الحضانات وبنبص على الاجنه اتكونت ولا لا. ولما بيوصل حجم الاجنه لليوم الثالث او اليوم الخامس بنقرر ان احنا نرجع الاجنه بناء على الايه؟ هترجع في اليوم الثالث ولا في اليوم الخامس. وبيتم ارجاع الاجنه في غرفة العمليات برضه، بس بيبقى يعني الست بتبقى صاحيه مش تحت تأثير بنج ولا حاجه، يعني لانها عمليه سهله وبسيطه جدا يعني. وبعد كده السيده بتقعد معانا في غرفة العمليات 10 دقائق بعد الارجاع، وبعد كده بتتفضل تروح وبتاخد علاج معين بعد العمليه، وبننتظر نتيجه التحليل بعد 14 يوم من اجراء عمليه الارجاع. بس الموضوع بسيط وسهل، مفيش منه مشكله يعني. هنا بقى دكتور اسلام نبدا نسال سؤالي، اللي هو رأي حضرتك في تجميد الأجنة والحيوانات المنوية. وطبعا السؤال ده هسمع إجابته من حضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. مركز جنين، الأستاذ دكتور إسلام السيد سلطان، مدرس أمراض النساء والتوليد، كلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه أمراض النساء والتوليد والمناظير الجراحية وعلاج العقم وتأخر الإنجاب، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد إنجلترا، زميل الجمعية الأوروبية لأمراض النساء والتوليد، استشاري التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والحقن المجهري بالمركز المصري لأطفال الأنابيب والحقن المجهري، مركز دكتور أبو الغار حدائق المعادي، ومركز إخصاب الحقن المجهري سموحة الإسكندرية. العنوان: البحيرة، دمنهور، أعلى معمل البرج، أمام عمر أفندي، الدور الثامن. المحمودية، أمام كوبري العطف. كفر الشيخ، متوبس، أمام موقف كفر الشيخ، أعلى صيدلية دكتور جمال بدوي. بسيطة، لو فيه هو ضيف صغير أو زائدة رحمية في الرحم هنعمل لها منظار رحم الأول قبل ما نعمل الحالة المجهري عشان تكون نسبة النجاح كويسة إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور إسلام سلطان وتكملة حلقتنا عن الحقن المجهري. وقبل ما نطلع فاصل كنا بنسأله سؤال مهم جدا اللي هو تجميد الأجنة والحيوانات المنوية. كان بالنسبة للسؤال بتاع تجميد الحيوانات المنوية وتجميد الأجنة، لو قلنا تجميد الحيوانات المنوية الأول، احنا بنلجأ امتى لتجميد الحيوانات المنوية؟ مثلا لو الزوج عنده قلة في الحيوانات المنوية، فاحنا بنبدأ نجمد له الحيوانات المنوية بحيث ان احنا يبقى عندنا جزء من الحيوانات المنويه موجود عندنا في بنك الحيوانات المنويه، بحيث لو احتاجناها بعد كده ان احنا نعمل بيه حقن مجهري مره واثنين وثلاثه يبقى موجود. او مثلا لو كان الزوج مسافر ولا بتاع مش موجود، فممكن نحتاج ان احنا نستخدم الحيوانات المنويه بتاعته وهو مسافر، وده طبعا يعني تحت بعد مراجعته وبعد موافقته يعني حتى وان كان مسافر. اما بالنسبه لموضوع تجميد الاجنه، طبيعي ان الست لما تكون عامله عمليه الحقن المجهري ربنا رزقها اكتر من جنين، يعني احنا غالبا بنرجع جنينين او ثلاثه بالكثير حسب جوده الاجنه. طب لو الست جايبه مثلا 7-8 اجنه وكويسين، احنا بنرجع منهم اثنين ونشيل الباقي، بحيث انه لا قدر الله لو العمليه ربنا ما ارادش وحبت تعيدها ثاني نستخدم الاجنه المجمده، او لو ربنا اراد والعمليه نجحت بخير وجابت سيده كويسه وحبت تعيدها بعد سنه او اثنين او ثلاثه، واخد بال حضرتك، نستخدم الاجنه اللي احنا مجمدينها. وممكن نجمد كذا امبول يعني الاجنه، يعني كل امبول يكفي عمليه، يعني لو السيده مجمده امبولين او ثلاثه يكفونا مره واثنين وثلاثه بعد كده. وده بتبقى حاجه كويسه جدا يعني لو ربنا اراد وقدر لها ان هي تعمل عمليه الحقن المجهري وتقدر ان هي تجمد اجنه، ده بيبقى كويس جدا يعني في صالحها يعني بعد كده. اختيار نوع الجنين، اختيار نوع الجنين ده انا عايز اعرف من حضرتك على اي اساس بنختار نوع الجنين سواء ذكر او انثى، وازاي بيتم الموضوع ده، وهل الموضوع ده فعلا حقيقي ولا لا؟ موضوع اختيار نوع الجنين ده من المواضيع اليومين دول الشائكه جدا يعني، اللي كل السيدات وكل الناس عايزين يعملوه، مش عارف يعني بقى يعني اكتر من الاول بكتير يعني. احنا زمان لما كنا بنحدد نوع الجنين كنا بنحدد نوع الجنين على اسس علميه وطبيه، يعني بمعنى ايه؟
السيده في 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 ناس ممكن يبقى اطفال الذكور بتاعتهم بيصابوا بامراض كروموسوميه معينه وامراض وراثيه معينه بتيجي في الـ في الـ في, الـ في الاجنه او في الـ او في الذكور فقط دون الاناث، وفي العكس ممكن امراض وراثيه بتيجي في الاناث دون الذكور. فاحنا كنا بنعمل تحديد الجنس المولود بناء على كده. يعني مثلا لو ربنا كرم بطفل او اثنين ذكور وعندهم امراض وراثيه معينه ممكن تنتقل للجنين اللي جاي بعد كده ولد، فكنا احنا بنعمل عمليه تحديد جنس المولود ديت ونبعد عن الذكور ونحط له الاناث، والعكس صحيح. انما الهرمون دول بقت كل السيدات وكل يعني الازواج. يعني مثلا اسال معلش اسال المقاطعه، العامل الجيني العامل الجيني طبعا العامل الوراثي بالظبط كده. فكنا بنعمل تحديد الاجنه بناء على العامل الجيني او الوراثي. يعني لو الجنين الذكر فيه مشكله بنمنعه وما بنحطوش، ونحط اللي هو بتاع الاناث لو ما فيهوش مشكله والعكس. انما النهارده الازواج والزوجات كلهم معظمهم يعني مش عايز اقول كلهم بيلجأوا لتحديد نوع الجنين للذكور او الاناث للاستسهال يعني. يقول لك لا والله انا مثلا معايا اربع بنات وانا عايز الوراثي ولد يعني. حتى لو في مشاكل مش مشكله. لا هو لو في مشاكل مش هنعمله. لا هم عايزين كده. لا يعني مثلا لو عندهم الذكور فيهم مشكله فما بنعملوش طبعا. انما هي مثلا بيبقى معاها ثلاث اربع بنات وبتستسهل الموضوع وتقول لك طب انا هعمل حقن مجهري واحدد جنس الموجود ولد. يعني الموضوع خارج خالص عن ان هو ايه؟ يعني احنا كنا بنشخص بين الامراض الوراثيه والامراض الكروموسوميه والجينيه عشان نتجنبه بعد كده في الحمل. لا هم اليومين دول بقى يعني ايه؟ يعمل تحديد جنس المولود عشان يبقى مثلا معايا بدل ما معايا ثلاث بنات ولا اربع بنات يبقى معايا اربع بنات وولد وهكذا يعني. دكتور اسلام، عمليه الحقن المجهري بيحدث بعدها ان السيده ممكن تجيب مثلا طفل واحد، سيده بتجيب اثنين، في واحده بتجيب ثلاثه، في واحده بتجيب اربع اطفال. ده ليه وازاي نقوله دلوقتي ونفسره للساده المشاهدين معانا؟ ايه السبب الرئيسي اللي بيخلي سيده عملت حقن مجهري تمام وربنا رزقها ببيبي واحد، واحده عملت حقن مجهري في نفس اليوم وفي نفس التوقيت وفي نفس الساعه بتاعتها وتقول لك انا دخلت الدكتور اسلام انا وبنت عمي، بنت عمي جابت بيبي واحد وانا جبت ثلاثه، ايه بقى تفسير حضرتك ايه؟ حضرتك احنا زمان كنا بنحط عدد كتير من الاجنه، يعني كنا ممكن نحط ثلاثه واربعه وخمسه. بس زمان كنا بنحط ثلاثه واربعه وخمس اجنه ليه؟ لان ما كانتش عندنا الكفاءه العلميه الكافيه اللي تخلينا نطلع اجنه كويسه. فكانت الاجنه تبقى جودتها مش كويسه، فكنا بنحط ثلاثه واربعه وخمسه، فكانت ممكن السيده تجيب اثنين وثلاثه تحمل في اثنين وثلاثه. انما دلوقتي مع التقنيات الحديثه للعلم بقينا بنحط جنين واثنين، واحد يعني جنين واحد او اثنين بالكثير. حضرتك ليه؟ لان التقنيه بقت كويسه جدا والجوده الاجنه بقت كويسه جدا، فبقينا بنحط جنين او اثنين بالكثير، فممكن ربنا يكرمها وتحمل في الاثنين مع بعض او تحمل في واحد. او ممكن سيده برضه بنحط لها جنين واحد المفروض ان هي هتحمل في طفل واحد، بس سبحان الله مع انقسامات الجنين والانقسامات الخلويه ربنا بيرزقها وينقسم يبقوا اثنين اللي هو التوأم السيامي مثلا، وتلاقي نفسها حامل في اثنين. وده اللي يفسر ازاي واحده دخلت حطت خمس اجنه وما حملتش في ولا جنين. وممكن واحده حطت اثنين وربنا كرمها في الاثنين وحملت باثنين، وممكن ربنا حطينا لها جنين وربنا كرمها بجنين واحد. يعني ده اللي بيفسر التباين في الارقام والاختلافات يعني. بس هو غالبا احنا دلوقتي ما بقيناش نزود عن جنينين بالكثير يعني. الا لو كانت دلوقتي الاجنه مش كويسه فبنحط ثلاثه او اربعه على امل ان واحد فيهم يبقى هو اللي كويس. الغذاء او الطعام اللي بتتناوله السيده بيحدد نوع الجنين في عمليات الحقن المجهري، حاجه غريبه، موضوع غريب قوي، عايزه اعرفه من حضرتك. حكايه الغذاء او الاكل في تحديد نوع الجنين دي ما بتبقاش بقى حقن مجهري، الحقن المجهري ده خلاص ده احنا عملنا كل حاجه يعني ما بنحتاجش اكل بقى وغذاء خلاص. انما اللي بتلجا لحكايه الاكل والغذاء في تحديد نوع الجنين ده في اراء بتقول لك مثلا ان الصوديوم والبوتاسيوم لو زادوا في الدم وقل المغنيسيوم في الدم ده يبقى الست ممكن تجيب ذكور، والعكس صحيح. بس هي كلها اراء وكلها نظريات يعني لم تثبت لها صحه حتى الان يعني، وكلها يعني مدارس وفي ناس بتجربها وتنجح والله، وفي ناس بتجربها برضه وبتنجح. بس هو بناء على ان هي الست هتجيب ولد او بنت يعني، مش هتجيب حاجه ثالثه غير كده يعني. اكيد طبعا. انما هتعمل حقن مجهري وتتبع النظام الغذائي ده، لا ده بيبقى غلط، لانها الحقن المجهري ده يعني هو ده اللي صحيح 100%. انما ما عداها من النظريات حكايه الاكل وايام الجماع المعينه وتغيير الحمضيه والقلويه بتاعت المهبل للسيده في تحديد نوع الجنين، كل دي نظريات يعني لم تثبت صحتها بعد يعني. وفي سيدات بتلجا لها يعني بحيث انها برضه طرق سهله ورخيصه، بس طبعا نسبه نجاحها
قليله جدا بالنسبه للحقن المجهري. نسبه تلاحم الحقن المجهري في تحديد جنس المولود تبقى 100% في تحديد جنس المولود، يعني احنا ما بنحطش غسكوم او ما بنحطش غير ايناس. انما الثاني بتبقى نسبه نجاحها 50-50، ما هو ما فيش اكتر من كده. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه مع دكتور اسلام سلطان لتكمله حديثنا عن الحقن المجهري. الى اللقاء.